برحب بيكم مرة تانية بعد الفاصل، وجي معاد فقرتنا التانية اللي هنتكلم فيها على موضوع أعتقد إن هو بيهم ناس كتيرة جدا، وليه مع الأسف ليه ضحايا كتيرة جدا، وهو موضوع البلطجة والاستيلاء على الأراضي الأراضي الغير. النهاردة احنا معانا يعني يعتبر قصة غريبة جدا، هنعرف برضك من صاحبها إيه اللي حصل معاه وإيه اللي تم معاه. بس في البداية حابين نرحب بأستاذ وليد. خلينا نرحب بيك أستاذ وليد عادل اللي هو صاحب القصة. عايزين نعرف في البداية هو ايه اللي حصل بالظبط، وبتاخدف منك ازاي خطر هو دي. هو اللي حصل ده كان حصل مع يعني مع ناس كتيرة جدا، لان هو كان في فض اعتصام رابعة العدوية في 2013 في محافظة المنيا مركز مغاغة امام المعهد الديني للفتيات. تمام. طبعا 2013 فض اعتصام رابعة كانت ما كانش فيه امن خالص، يعني كان فيه انفلات امني. فطبعا كان حتى لما رحت ابلغ استغثت بالجيش بصراحه، عشان هو اللي كان هو اللي ماسك البلد، كان هو اللي ماسك البلد وقتها. فاستغثت بالجيش، وصراحه الحمد لله يعني تجاوبوا معايا ونزلنا، يعني الجيش نزل اشتبك معاهم بضرب النار، ولم يتمكن من القبض عليهم من اول مره، لان هم كان عندهم علم ان الجيش نزل لهم. وبعد كده سابوهم حوالي 10 ايام تقريبا كده، والتحريات عرفت مكانهم فين بالظبط، ونزلوا ايه قبضوا على البلطجيه دول بدون اشتباك، يعني هم خلاص نزلوا لهم الفجر خدوهم وهم نايمين تمام بالسلاح بتاعهم بالذخيره بتاعتهم وتسلموا ايه. كمان كان معاهم سلاح؟ طبعا، ده هم قبلها ب 10 ايام اشتبكوا مع الجيش، كان ضرب النار قعد حوالي تلت ساعه. متبادل ده عصابه بقى، ده ضرب، ده مافيا كبيره جدا للاراضي. بس للاسف انا بعد ما بلغت في الوقت ده في 2013 انا كنت عامل محضر في مركز الشرطه، ولكن رئيس المباحث اللي كان موجود وقتها كتب لي في المحضر ان دول غفر. طب انا اللي مبلغ وانا صاحب الارض، دول غفر عند مين؟ والارض دي متحيزه في الجمعيه الزراعيه من سنه 63. 63 في اوراق تثبت الكلام ده؟ طبعا، الجمعيه الزراعيه عندي، انا عندي قرار، عندي حكم من 2014 لم ينفذ لحد حتى اليوم. من سنه كام؟ عندي من حكم من قرار حيازه صادر لي في 2014 بعد الواقعه بسنه، لم ينفذ حتى الآن. عندي قرارات إزالة 2015 و2016 من الحكم المحلي، قرارات إزالة من السيد المحافظ برضو لم تنفذ لحتى اليوم يعني. ولكن أنا لما دخلت الوكيل النيابة، وكيل النيابة قال لي الناس اتأفرج عليها، الناس اللي كانت معاها سلاح تم الإفراج عنها. فلما بقول لوكيل النيابة قال لي دول غفر عندي في المحضر. قلت له يا فندم إزاي؟ قال لي هات لي شهود. قلت له أجيب لحضرتك شهود. جبت الشهود تمام، والشهود شهدوا ان في ضرب نار والكلام دوت، والناس خدت حكم 25 سنه، لان طبعا ده تعدى على سلطات الجيش يعني، واولادنا واخواتنا في الجيش. ولكن طبعا لما رجعوا حددوا الشهود بعد سنه، طبعا هم قضوا سنه جوه البلطجيه حوالي تسعه، قضوا سنه وبعدين رجعوا حددوا الشهود، قالوا لهم ايه لازم تعدلوا عن شهادتكم. فطبعا عدلوا عن الشهاده، قالوا لا ما كانش في سلاح، راحوا ايه طلعوا بره. ولكن هنا في المضمون بقى، كلامنا في المضمون تمام. التحريات لما بتتثبت في المحضر ان دول بلطجيه كان معاهم سلاح، يبقى انا كده عندي خصم اقدر ان انا اتفاوض معاه، يعني انا عندي خصم اقدر اتفاوض معاه ان انت ايه مثلا انت خدت حكم، فانا مثلا انت ترجع لي ارضي مثلا اتنزل لك، يبقى في خصم. لكن انا دلوقتي الارض متاخده وما عنديش خصم، يعني الخصم بتاعي التحريات بوظت لي القصه دي. لصالح مين يا فندم؟ هيبوظوا حاجه زي كده لصالح مين؟ ما هو ده السؤال اللي بيطرح نفسه بقى، لصالح مين وليه؟ وهل يا ترى الارض دي عليها مباني؟ والارض دي حاليا عليها مباني، والارض متحيزه في الجمعيه الزراعيه من سنه 63، يعني بقى لنا اكتر من 45 سنه مثلا. هل دي كانت ورث يعني؟ ورث من زمان، وفي امر التمكين مكتوب ان ده ورث السيد عادل فكري شنوده، ودي ارض من سنه 63 في الجمعيه الزراعيه، والجمعيه الزراعيه قدمت تقريرها. فالمفروض انا مساحتها قد ايه الارض دي؟ فدانوا واربع قراريط، يعني 28 قراط. طب انا المفروض ان انا دلوقتي استغيث بمين؟ مش عارف استغيث بمين. انا من شهر 2 اول حلقه على فكره طلعتها مع حضرتك يعني تتذكر، يعني كانت في شهر 2 ومشكورا كان في استجابه طبعا، بس جت كورونا بعدها وقفت الدنيا، فانا اضطريت ان انا اسكت لما في يعني في جائحه كورونا بقى والدنيا دي، فسكت. ولكن دلوقتي الحمد لله انا شايف البلد واقفه على حيلها، والسيد الرئيس يعني بسم الله ما شاء الله البلد شغاله وبتقوم وبتمشي وبتنمو لقدام كل يوم عن يوم. وشايف النهارده ان المخالف بيتزال، اللي على الارض الزراعيه بيتزال، اللي على الملك الدولي بيتزال. طب والمغتصب؟ طب ليه ما لجاتش للمحافظه؟ للمحافظه كان موقفهم ايه يا فندم؟ انا لما عملت البلطجيه دول
قدموا على مصالحات على البيوت المبنيه، قدموا على مصالحات اللي هو قانون المصالحات. ففي حاجه اسمها 25 جديه، 25% من المبلغ جديه بتدفع جدية الاول، جديه التعاقد. طب انا بلغت مسؤول الازالات بتاع مغاغه، كتب تقريره السيد مدير الامن طلب الموضوع مستوفي، انا عايز موضوع مستوفي القرارات، عايز كل الاوراق اللي تخص الموضوع ده، كل الحاجات دي. طبعا الاوراق راحت له، وطبعا كان في تواصل ما بين السيد المحافظ والسيد مدير الامن، ولكن مسؤول الازالات كاتب التقرير غلط. انا معايا فيديو للمكان، للمكان نفسه على ارض الواقع، يا ريت نعرضه للساده المشاهدين. يا ريت لو الفيديو موجود ممكن نعرضه. الفيديو ده بيوضح لك الارض النهارده حالتها ازاي. النهارده عندك بيوت مشيده ومهجوره، مفيش حد قاعد فيها، لانه البيوت اتبنت ازاي؟ مش اتحركت يعني بتقول ان هي كانت ارض زراعيه؟ ما هو البيوت اتبنت في خلال الانفلات الامني. هو اساسا ممنوع البناء على ارض زراعيه. ما هو حضرتك كان في فساد في الحكم المحلي. بعد الفساد ما خلص ولحد النهارده الحكم المحلي، النهارده لحد من اسبوعين كاتب تقرير بعته لمدير الامن بيقول له المباني المشيده على الارض مأهوله بالسكان. طب انا هعرض لحضرتك دلوقتي تشوف الفيديو وتشوف المباني اللي على الارض، اللي هي اصلا عايز اقول لك ان فيها مباني بيوت ما لهاش ببان اساسا، يعني بدون ابواب. الفيديو اللي معانا بدون ابواب ده الفيديو. يعني ده حضرتك. طب ما انا شايف في بيوت، في بيوت عليها في، احنا هنكمل الفيديو هوري لحضرتك الاماكن اللي ما فيهاش فعلا بيبان يعني، والبيت دي مقفوله يعني. حضرتك تقصد ان هم بانيينها كده وسابوها؟ بانيينها لما وعندهم اماكن تانية قاعدين فيها. بص لما هم بيعملوا ازاي، هم بيعملوا ازاي لما بيبقى فيه تحرك وتحريات من وزاره الداخليه، وهات لي ده وهات لي ده واسال لي ده، هم بيمشوا. شغل القط والفار يعني. شغل القط والفار يختفوا. فطبعا هم حاليا وزاره الداخليه اتحركت ناحيتهم، والموضوع اتاخد بجديه شويه، ولكن هم زي القط والفار. طب يعني خلينا نقول الداخليه شغاله والمحافظه بتحاول برضك، ولكن هي بتتعامل مع عصابه مافيا بس. هم معروفين ان هم المافيا دول، بس اكيد هيسيطروا عليهم يعني. هو بسم الله ما شاء الله، احنا حكومه بلدنا ما فيش حد خارج عن القانون. القانون الحمد لله. انا بقى معايا كل القانون عندي مستوفي، مديني حقي بالاحكام كامله. تمام. طيب ده فندم هو على زي ما قلت لحضرتك على الشاشه، هو من غير مفيش ببان. طيب استاذ حضرتك هنطلع فاصل سريع ونرجع لحضرتك ونكمل بقيه موضوعنا، البلطجه على الاراضي الزراعيه. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الفاصل، ومعانا على التليفون ست المستشار ايهاب رمزي، المحامي المسؤول عن قضيه استاذ وليد. هنعرف منه ايه الموقف القانوني او ايه الاجراءات اللي خدوها في قضيه استاذ وليد. الو ست المستشار. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا اهلا بيك يا فندم، منورنا. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ست المستشار، ايه الموقف القانوني او ايه الاجراء القانوني اللي حضرتك خدتوه في قضيه استاذ وليد؟ هو احنا منتظمين تنفيذ قرار تمكين المحامي العام. كويس. والتنفيذ ده مشكلته طبعا ان في مباني على الارض، وهناك قرارات ازاله صادره لتلك المباني، فاحنا عاوزين ننفذ الامرين مع بعض، امر التمكين وامر الازاله، عشان الراجل ده يقدر ياخد ارضه، لانه هينفذ ازاي التمكين بدون ازاله المباني؟ ده هو بيقول ان هو معاه تمكين من 2014 يا فندم. ايوه يا فندم صح. واحنا دلوقتي من 2014 اول ما صدر التمكين بداوا هم يبنوا في الارض عشان يتعذر التنفيذ. وبعدين دلوقتي جت الوحده المحليه طلعت قرارات ازاله. طب نفذوا قرارات الازاله عشان اخد ارضي خاليه من مباني. لا مفيش تنفيذ. وهو ده المشكله الحقيقيه اللي احنا فيها. طب ان احنا محتاجين ازاله المباني واستلام الارض. ده اللي حضرتك بتطالب بيه. وده طبعا احنا المباني واستلام الارض. تنفيذ بص يا فندم، الاحكام دي يا فندم ليها حجيه. وليها قوه الامر المقضي. يعني لابد من ان تنفذ وفقا للقانون. يعني والا بقى ده ما لهاش قيمه، يعني اخد قرار اخد حكم الاستلام ويتعذر التنفيذ يبقى ينتهي ويبقى يعني يبقى الاحكام دي تتحط في الادراج؟ لا يعني خلينا نعرف من حضرتك، طب هل تعتقد في جهه معينه بتتعمد وقف قرار استاذ وليد؟ طبعا مش عايز الوحده المحليه. اللي هي مين بالظبط؟ الوحده المحليه. الوحده المحليه. اه
طب ليه؟ هل ليهم مصلحة في كده مثلا، ولا مثلا مفيش معدات ما ده كفاية اللي أو سأله، إمكانيات قلت له كفاية؟ ايه اللي الامر الذي حال بينكم وبين تنفيذ قرارات الازاله؟ احنا عايزين نفهم ايه المشكله عندكم؟ آه ده ايه يعني ما طب كان عندكمش ردهم قوه إيه الوحدة تنفيذيه؟ المحلية؟ ما أكيد حضرتك خطبتهم، كان ردهم إيه على ال ما هو ما بيقولكش ايه، ما عنديش ساعات، يقول ما عنديش قوه تنفيذ، وبعدين ساعات يقول لي دي مباني صعبه هيدها، ساعات يقول لي لا انتظر شويه، وكلها حجج. طيب ايه الاجراءات التصاعديه اللي هتتم بعد كده ان شاء الله سياده المستشار؟ واحنا دلوقتي من ضمن الامر ده، احنا دلوقتي بنعرض الامر عليكم عشان كل المسؤولين في المحافظه يصل اليهم العلم بالمشكله من اجل حلها، واما احنا سوف نضطر اتخاذ بقى قرارات نرفع دعاوى جنح مباشره ضد المحافظ وضد المسؤولين اللي هم ممتنعين عن تنفيذ الحكم. فاحنا دلوقتي في عندنا في القانون عقوبات، ان من حقي ان انا ارفع على كل مسؤول امتنع عن تنفيذ قرار او حكم صادر من هيئه قضائيه تمام. وفقا للماده 123 قانون عقوبات. وبالتالي انا لو ما اتخذتش، يعني لو هم ما اتخذوش اجراءاتهم، سوف الجا الى محاكمتهم محاكمه جنائيه عن امتناعهم. تمام، بنشكر جدا حضرتك سيادة المستشار على المداخلة وفتانا. بنرجع برضك لحضرتك استاذ وليد، هتعملوا ايه ان شاء الله بعد كده؟ الورق. بص انا ما بعرفش اتكلم شفوي، لازم في ورق. انا بحب اتكلم باحكام بقى، يعني ده حكم قضائي بأدلة. بادله، ده الحكم ده صادر بناء على الدستور. تمام. اللي مش معترف بالدستور من الساده المسؤولين يطلع يقول لي انا مش هنفذ. لا طبعا. تمام. دلوقتي انا عندي قضيه، رقم القضيه ديت 13087، قرار حيازه باسم عادل فكري شنوده. ده المفروض ان الازالات تتشال، المباني تتشال من على الارض والارض ترجع لصاحبها. ايه المشكله بالنسبه للسيد المحافظ السيد مدير الامن؟ ايه المشكله عندنا؟ انا عارف ان في مشكله في الوحده المحليه كمركز، مركز اللي هو مختص بالمركز، مش المحافظه، المركز نفسه. انا عندي موظف بيكتب تقارير غلط. انا لو عرضت قدام حضرتك الفيديو بتاع المكان، شفت انت المكان، شفنا الواقع عامل ازاي، شفت الواقع انه في اساسا مباني ما لهاش باب، وهو كاتب في تقريره للسيد مدير الامن وبعته له وماضي عليه، وانا معايا صوره من التقرير ده، لان انا بناء على انذار بعته للوحده المحليه وللمحافظه ان هم ما يقبلوش التصالح منهم. كاتب من ضمن الحاجات اللي بعتها لمدير الامن، كاتب وبالنسبه للوضع الراهن المباني المشيده فانها مأهوله بالسكان. طب المأهوله بالسكان ازاي وهي فاضيه اهي؟ ده على الطوب الاحمر، طب محدش يسكن على الطوب الاحمر، محدش يسكن على الطوب الاحمر. ده بقول لحضرتك في بيوت ما عليهاش باب، مفيش باب عليها، يعني زي ما حضرتك شفت الفيديو بيتعرض اهو على الهواء. يعني الفيديو المباني قدامنا اهي على الطوب الاحمر، ما فيهاش باب وما فيهاش اي حاجه وما فيهاش سكان. طب قبل فين المشكله؟ فين المشكله؟ ولو في عندي بيت او بيتين او ثلاثه ساكنين، عشان اكون واضح وصريح للغايه، واللي ليا اقوله واللي عليا اقوله، لو في بيت او بيتين او ثلاثه ساكنين، تمام؟ الباقي انت ليه كاتب تقريرك غلط؟ ليه ما حددتش ان انا عندي ثلاث منازل مثلا ساكنين بكذا، وعندي مثلا عدد 10 منازل فاضيين؟ انت ليه مش كاتب؟ هو كاتب المباني المشيده مهوله بالسكان، يعني هو بيقول للسيد مدير الامن ان انت مش هتعرف تهد، طب او بيصعبها له. يعني خلينا نقول، طب ليه الساده المسؤولين ما نزلوش بنفسهم شافوا الوضع بعينيهم؟ يا فندم السيد مساعد هل الوزير، محدش راح؟ السيد مساعد الوزير في شهر 2 نزل بنفسه عين المكان وصوره ورفع تقرير، والملف اترفع كله على مكتب السيد وزير الداخليه. كويس، تمام. ولكن هو بترجع بقى للمسؤولين اللي تحت، يعني هو بيجي بيعطل لك الورق بقى، ده يتركن هنا، ده يتركن هنا، مش عارف ايه، عايز بند ايه. مثلا ادخل للسيد المحافظ يقول لي عايز حكم من قاضي الامور المستعجله. طب انا حكم، انت مش لما تنفذ الاولاني بقى اجيب لك حكم تاني؟ يعني ده حكم انا عايزه يتنفذ من 2014، بقاله 6 سنين، هيتنفذ امتى؟ بعد 10 سنين تاني؟ اخد كلمه، اخد وعد. طيب ان انا لي ارض وهاخدها، يعني حتى لو يعني حتى حد يرد عليا يقول لي ان انت الورق بتاعك موقف مثلا في الدراسه الامنيه، واقف عند رئيس المجلس المحلي. اقول لك على حاجه، طيب اتفضل. حاجه طريفه جدا، انا دخلت للسيد رئيس مجلس مدينه مغاغه، تمام، اللي هي فيها الواقع، فبقول له حضرتك انا كنت هنا من حوالي شهر، فين المفروض التقرير اللي هيتبعت
للمركز الشرطه عشان يجهزوا القوات عشان ننزل نهد. راح بعت على ندى على مدير المكتب الفني سابقا، هو طبعا اتشال لما قال كلمه الحق شالوه. قال له فين التقرير؟ قال له المختص بالازالات الاستاذ فلان الفلاني لحد النهارده لا عايز يديني تقرير ولا عايز يسلمني ورقه ولا عايز يوريني صوره من الجواب اللي بعته. طب اتصلوا بيه، طب انا بعت الجواب من اسبوع، طب فين صورته؟ مفيش. طيب اللي هو نفس مسؤول الازالات اللي المباني اتشهدت في عهده، يعني حضرتك المباني اتشهدت في عهده، انا لحد النهارده مش عارف فين المشكله، يعني انا مش عارف ليه اصلا قرارات الازاله دي مش عايزه تتنفس. طب ما احنا بنهد المبني على ارض ده، على ارض دوله ومبني. طب في حين بقى ان الارض دي اصلا لما اتاخدت كانت زراعيه. حضرتك متخيل؟ يعني هم شالوا الزرع من على الارض، تمام؟ وما على فكره جريمه قتل الزرع دي ده اغتصاب، ومحدش جاب سيرتها دي خالص ولا حد. كانت مزروعه كمان، كانت مزروعه، ده ممنوع يا فندم. دي على ارض زراعيه، دي موجوده في الجمعيه الزراعيه لحد 17/2 اهو، الجمعيه الزراعيه. واذا ارفق بالاوراق محضر معينه الجمعيه التعاونيه الزراعيه لبندر مغاغه والمؤرخ 17/2/2013 واثبت فيه انها كانت مزروعه. الكلام ده كله، طب فين الجهات المسؤوله عن الكلام ده كله؟ هل محدش شاف ولا بتسيل ولا حد شاف ولا الناس بتبني؟ بص محمد بيه، الموضوع مش بالصدفه خالص. اكيد الموضوع طبعا مش بالصدفه، والمسؤولين عارفين مكان الارض وعارفين ايه اللي حصل فيها من الف لحد ي تمام للاخر. والكلام ده انا متاكد ان الحاجات ديت بقى لها، انا دي على فكره تامن لقاء ليا في التلفزيون المصري، تمام؟ وجميع المسؤولين الجمهوريه عارفين مشكلتي، تمام؟ انا المفروض مني الخطوه اللي جايه اعمل ايه تاني؟ يعني انا استغثت بوزير الداخليه، وبستغيث تاني بوزير الداخليه، بستغيث بوزير التنميه المحليه، وبستغيث تاني، وهفضل استغيث لان انا املي فيهم وفي المسؤولين وفي ربنا كبير جدا، ما حدش حقي مش هيضيع. اكيد ما فيش حد. وطبعا يعني انا بشكر الساده المسؤولين اللي بتتجاوب معايا، تمام؟ ولكن انا لم اجني ثمار اي شيء لحد النهارده. طيب استاذ وليد، لو هتستغيث بحد تستغيث بمين؟ هستغيث بالسيد رئيس، هستغيث بالسيد وزير الداخليه ووزير التنميه المحليه، وطبعا السيد رئيس الجمهوريه. طبعا ده اولا، يعني السيد رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي مشكورا كل الشكر ان هو، انا النهارده قاعد بتكلم بطالب بحقي وبقول ان في ضابط كتب التحريات غلط وفي حريه، وعكس الناس اللي بتقوله وبيقول لك انتوا ما بتقدروش، مفيش تعبير عن الراي. لا انا ليا حق وما هي حكم وبطالب بيه، وكل اي حد بيقول ان احنا مش في بلد ديمقراطي ومفيش حريه راي، لا انتوا مش مظبوطين. انا اهو وده دليل وبرهان على كلامنا. واحنا من خلال برنامجنا برضك بنوصل صوتك لصوت المسؤولين معانا في البرنامج، وبنوصله لاعلى درجه علشان حضرتك برضك اكيد لازم تاخد حقك. ودي احكام. ودي احكام اكيد. يعني دي احكام. اكيد لازم تاخد حقك. لازم خلاص بقى كده. خلاص كده احنا تعبنا من كل. وبعدين احنا لينا لقاءات تاني كتير جدا، انا إن مش يعني انا مش همل ولا كل لحد ما استلم ارضي باذن الله. ان شاء الله. لا اكيد اكيد كل واحد ليه حق، اكيد في وقت من الاوقات اكيد لازم يوصل للحق ده. اكيد باذن الله. وان شاء الله بنتمنى لك التوفيق يا استاذ وليد، وبنشكرك جدا على النهارده وجودك معانا في الاستوديو. شكرا استاذ وليد عادل، شكرا لوقتك. ونتمنى تكون معانا بقى في حل المشكله، خلاص تطلع معانا وتقول ان المشكله بتاعتك. نصور بقى ارض الواقع بقى بتتهد وبتتزال، وتقول خلاص ويبقى شكل الازاله عامله ازاي، اذا كانت ازاله من على الارض حسب القانون ولا ازاله، ولا ازاله اي كلام زي ما حصل قبل كده. اكيد ان شاء الله هتكون معانا ان شاء الله في حلقه وتقول ان شاء الله مشكلتك خلصت تماما. بنشكرك يا استاذ وليد، وبنشكر كل مشاهدينا، وبشكر زميلي الاستاذ محمد، وبشكر كل فريق الاعداد النهارده اللي شارك معانا في البرنامج، وبستناكم في حلقات تانية. بس مستنيه اقتراحاتكم على صفحه البرنامج بتاعنا النهارده كلامنا في المضمون، وحابين يكون معانا مين في الحلقات الجايه، وايه المواضيع اللي انتم بتحبوا بتفضلوها، واي حد عنده مشكله ممكن نحلها له عن طريق البرنامج برضك. كل ده كلامنا في المضمون، استنونا كل خميس الساعة 5. بشكركم على حسن المتابعة، شكرا وإلى اللقاء. شكرا لكم. شكرا.